ان احنا بنتكلم عن دور المؤسسات العريقه اللي ليها باع طويل واللي هي ليها استناد الى يعني اسس علميه في تقديم الفتوى للمصريين. في احصاء الحقيقه مهم جدا، في 2023 دار الافتاء قدمت ما يزيد عن 1,600,000 فتوى خلال عام 2023. الرقم ده ان دل يدل على ايه؟ وتاني حاجه عندي فضول اعرف ايه اغرب الفتاوى، او على الاقل ايه الاسئله الشائعه والمتكرره عند المصريين. الحقيقه هو الرقم ده مطروح، بنطرح الرقم ده دايما علشان استكمال الجزء العلمي، فالدوائر البحث نتعاون جميعا في تحليل ما وراء هذا الرقم وهذه الارقام. انما لابد ان احنا نقول ان هذا الرقم وفي المؤسسات العلميه تقصد. نعم. في اشاره لدور المؤسسات العلميه ودوائر البحث ودوائر الراي، ما اشاره مهذبه جدا في مكانها. نعم تفضل. لكن كمان لازم نقول ان هذا بالمقارنه بسنوات ماضيه وبالمقارنه بكثير من الاحصائيات المشابهه بتعطينا ان هناك نوع من الثقه. الجمهور لازال يقول انه ليس كما يزعم كثير من الناس ان الناس فقدت الثقه في المؤسسات. هذا ليس صحيح، والرقم دليل على هذا. لازال هناك ثقه، وثقه كبيره في المؤسسات الرسمية المعتمدة، لازال هناك ثقة في دار الإفتاء المصرية، والدليل هذا أحد أدلة هذا الرقم. الثقة لا أحد ينكرها، بس اسمح لي أقول لفضلتك برضو. نعم. حاجة، إحنا وإحنا بنسأل الناس. نعم. ويمكن لسه ما عرضناش الجزء ده من الآراء يعني، بس لفت نظري جدا أنه في ناس كتير بتقولك أنا لما أحب أعرف حاجة بخش على جوجل. دي إجابة غريبة جدا ومنتشرة فعلا جدا فعلا، يعني لا اجعلني يعني اسمح لي، احنا مش بننكر ده، وهذه الحالة مقترنة بالسوشيال ميديا وثقافة السوشيال ميديا، يعني ايه اذا صح التعبير السوشيال ميديويين ايضا، يعني ده جديد يعني اللي هم المقترنين باجيال مختلفة. احنا عندنا جيل زد وجيل يعني الاجيال دي وهؤلاء، لابد ان احنا نهتم كيف نتعامل معهم. لكن مش كل الناس بتلجأ لجوجل. الامر الثاني انه قطعا من الواجب ان ننظر ما هذه النفسية، كيف نتعامل معها، كيف نقدم لها الوجبة. والحقيقة دار الإفتاء اتخذت في هذا الصدد إجراءات كثيرة، من أول التعامل مع السوشيال ميديا عبر حتى عبر البث المباشر، وتعامل مع جوجل. احنا عندنا مؤشرات الموقع في من التي يطرحها جوجل، خصوصا موقع دار الإفتاء المصرية، مبشرة جدا من داخل مصر ومن خارج مصر. أيضا لابد ان احنا نصل الى الذكاء الاصطناعي. ده جديد خالص في مجال الفتوى مش كده؟ ازاي بقى؟ ازاي فتوى وذكاء اصطناعي؟ ما هو الذكاء الاصطناعي مجال لابد ان احنا نعتبره خادم للوعي ولتوصيل الافكار. مجال الذكاء الاصطناعي هو في النهايه يدعم بافكارك، ويدعم طبعا هناك هيبقى في مجال للمنافسه في هذا المجال. اللي بيتكلم على جوجل، هو جوجل في الآخر بيستخدم الذكاء الاصطناعي. فالمنطلق الذي تنطلق منه دار الإفتاء المصرية هو المنافسة والمشاركة. يعني لما يجي المصري مش هنعادي الذكاء، في بعض الناس تدأب انه لما يبقى في امر جديد تعاديه او تحرمه، نبدأ كلنا بقى نحاربه او نحرمه. لكن الصحيح ان انت كيف ستشارك وكيف ستسبح سباحة يعني رشيدة في هذا التيار. يعني هل ممكن أخش على الشات جي بي تي وأكتب مثلا ما رأي الدين في كذا، ما رأي الدين في اللي حصل بالتجربة حياتنا؟ دخلنا على يعني شات جي بي تي وكده، لا النتيجة عجيبة غريبة. لا أنصح أي أحد يعمل هذه التجربة، وإلا بتبقى في كثير منها مضحكة. يعني يدي ردود غريبة جدا. نعم يدي ردود غريبة جدا. ردود غريبة جدا، ولكن في المقابل نحن عايزين نطرح بديل، او الحقيقه نشارك بشيء يكون بديل عن شات جي بي تي او
يعني نعمل احنا التطبيق بتاعنا مثلا. نعم. وهو ده الفكره التي تسعى فيها دار الافتاء المصريه الان، ان احنا لنا التطبيق بتاعنا الذي سيستخدم الذكاء الاصطناعي وتنتقي معلوماته على اسس علميه ثابته نابعه من المنهج الازهري ومن التجربه، وتتعامل مع هذا الواقع في خصوص استخدام الذكاء الاصطناعي خصوصا.